يا حاج الحق يا حاج. في ايه؟ الله يخرب بيتك، ابنك جاب المليون مشترك. يعني احنا هناخد فلوس؟ فلوس ايه يا راجل انت كل تفكيرك فلوس. امال ايه؟ امال احنا مش هناخد فلوس ولا ايه؟ لا. طيب والمفروض نعمل ايه بقى ان شاء الله؟ عايزين نعمل حفلة. حفلة؟ طب لما يجي لي بس من بره. والله لنفخ. ليه بس؟ هو عمل ايه؟ الواد ادت له فلوس ينزل يشتري له حاجه من المحل، ضرب على 5 جنيه. يا حاج مش وقته، يعني ايه اول مره يعني؟ المهم عايزين نعمل له حفله المليون مشترك. طب ما تعمل ايه اللي موقفك؟ كنت عايزه منك فلوس علشان انزل اجيب البلالين والتورته. ايه يا حاج انت بتدور على حاجه؟ كان في شوبشوب هنا مش عارف راح فين. تعالي، مش عايزه فلوس، تعالي وانا اجيب لك. نسوان اخر زمن. ايه ده؟ في مش حد هنا ولا ايه؟ يا ماما، ماما هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ يا ماما، يا بابا مفيش حد هنا في البيت؟ سبتوني ومشيتوا ولا ايه؟ يا ماما، يا ماما ايه؟ ايه ده؟ ايه الحاجات دي كلها؟ مين اللي عامل كل ده؟ مبروك المليون مشترك. النجاح مش بالسلاح يا زميلي، بالاراده. خدها حكمه مني واسمع هديك الافاده. لو وقعت قوم اسعى كل يوم، حتى لو كانت حياتك مره يا صاحبي ساده. جاي في ظهر جيش راكب القفيش، اتالق والكاريزما حاجه عندي عاده. جامدين احنا جامدين، جبنا المليون مشترك، مش فانز لا انتوا اخواتنا، طريقنا بيكم دايما سلي، ربنا يحمينا من العين، بالحب مش بنتعري، حب الناس بيزودنا. طب يلا كله معانا يشارك عالهادي، كله عالهادي، بحبكم والله يا اخواتي. مليون اخ ومليون اخت مشتركين عندي على قناتي، فرحتي بيكم في السما يا احلى حاجة حصلت في حياتي. بعشقكم موت بحبكم، بيكو حققت حلم السنة دي، بيكو حققت حلم السنة دي. الطموح ملوش حدود ولسه عايز اكتر، ربنا معوضني بيكو عشان شيال وبصبر. السنة اللي جاية يا اخواتي اللي ليا، جمهورية السلسلة عايزة تكبر اكتر. انا بالخير فاكركم، طالع عشان اشكركم، زي ما قدرتوني انا كمان لازم اقدركم. المكسيكي جام 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 جامدين، احنا جامدين، جبنا المليون مشترك، مش فانز لا انتوا اخواتنا، طريقنا بيكم دايما سلي، ربنا يحمينا من العين، بالحب مش بنتعري، حب الناس بيزودنا. يلا كله معانا يشارك. النجاح مش بالسلاح يا زميلي، بالاراده. اخوات احنا خلاص وصلنا للمليون مشترك، يعني بجد بحب اشكركم جدا جدا جدا، انتوا السبب في كل ده، وانتوا السبب اللي احنا نوصل للمليون. يعني انا ما كنتش متوقع نهائي اللي احنا نوصل للمليون خالص دلوقتي، ما كنتش. يعني بجد بحبكم كتير والله العظيم، واستنوا ان شاء الله هعمل لكم فجأة الايام اللي جايه دي ان شاء الله. هنعمل ايه؟ هعمل لكم مسابقه. المسابقه دي هتبقى عباره عن يعني هوزع فيها تليفونات وكده. يعني المسابقه دي بقى مش زي المسابقات اللي هي الثانيه، الحاجات دي كلها فيك، مش زي المسابقات اللي فيك الثانيه والحاجات دي. لا انا هوزع مسابقه وانا اللي هوزعها، يعني انا اللي هوزعها. انا هطلع لايف على الانستا ان شاء الله، واختار منكم كام واحد هو اللي هيكسب يعني. بس عايزين تعرفوا بقى الشروط. تعالوا الاول في الانستا، هسيب لكم الرابط تحت في الديسكريبشن. تعالوا الانستا الاول وهعرفكم على كل حاجه عن المسابقه. وان شاء الله يعني كلكم هتكسبوا التليفونات بقى، بصوا هنخربها ان شاء الله. وحابب تاني مره اقول لكم بشكركم جدا جدا انكم وصلتونا للمليون مشترك، وان شاء الله الايام اللي جايه دي كلها هعمل لكم حاجات هتعجبكم جدا جدا. بحبكم. ايه ده؟ التورته راحت فين؟ يا تفيده! نعم يا ماما، نعم يا ماما.
التورته فين يا بنت اللي كانت هنا؟ والله ما شفتها يا ماما. انت يا بنت التورته راحت فين؟ والله يا ماما ما شفتها. Mm-hmm.